بيكم وحلقه جديده من برنامج سبوت لايت. عندنا النهارده لقاءات فنيه مع كل النجوم اللي انتم بتحبوهم واللي هنعرف منهم ايه اخر اخبارهم وحكاياتهم. كل ده اكسكلوسيف وبس لسبوت لايت. واهم عناوين حلقه النهارده: رساله محمد رمضان لشباب هارلي، مقلب شريف منير واحمد داوود في اليوم 13، نجوم العرض الخاص لفيلم ساعه اجابه، لقاء خاص مع المطرب والعازف سعد العود. ومن الافلام المهمه اللي موجوده دلوقتي في السينمات هو فيلم هارلي من بطوله السوبر ستار محمد رمضان، واللي هنشوف دلوقتي لقاء خاص جدا وحصري معاه هو كمان وابطال العمل، واللي هنعرف منهم ايه حكايه هارلي. عظيمه وربنا يديمها، ويا رب افضل عند حسن ظنهم. نعمه كبيره قوي والله العظيم، ربنا يديمها. فيلم ان شاء الله يعجب الشباب ويبسطهم ويعجبهم وينال رضاهم ويكتب له النجاح لو الجمهور اتبسط. ده الحمد لله رب العالمين، يعني ردود الافعال كانت فوق التوقعات كمان اللي انا توقعتها بصراحه، وكرم ربنا كان كبير جدا، والشخصيه عملت تاثير يعني في الشارع وحاله الجدل اللي كانت حاصله ما بين الناس، ما بين انه طيب وما بين انه شرير، يعني كانت عامله حاله حلوه في الشارع، كنت لامسها جدا مع الناس. بشكر كل الناس، وبشكر كل الناس اللي كانت في ظهري من اول المسلسل، بشكر كل الجمهور العظيم وعلى دماغي، وكل سنه هم طيبين وبخير. محمد اخويا وصاحبي يعني، فشهادتي مجروحه، بقول له ان شاء الله يا حبيبي هتكسر الدنيا، وان شاء الله تعمل ايرادات عظيمه جدا، عشان هو شخص يستاهل ويستحق كل خير. التواجد مع فنان كبير زي محمد رمضان حاجه كويسه، بالذات بعد نجاح جعفر العمده اللي هو نهايه نجاحات قبل كده كتير زي ما احنا عارفين، فده اكيد انا شايف ان هو هيعود على الفيلم برضو بنجاح كويس وجماهيريه كويسه. مبسوط قوي ان الدور فيه مش مساحه كبيره، بس فيه مشاهد حلوه قويه ليها رساله حلوه. الشغل مع الفنان محمد رمضان حاجه مفرحه، لانه عنده خبره وبيحترم الصغير والكبير في اللوكيشن، والفيلم معمول في وقت قصير، ولا موضوع طالع ابوه وربنا. دايما انا لما باجي اعمل خناقه، لو 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 في حدث صغير لازم الخناقه يبقى بعدها ليها حدث اكبر. يعني في جعفر العمده لما عرف ان مراته اتضربت نزل عمل حدث اقوى. عايز اقول لك ان هارلي هيقلب الدنيا، هارلي فيه كل حاجه جديده، تصوير اخراج مونتاج الاكشن نفسه شكل. اكتر حاجه كانت بالنسبه لي صعبه حته اللاين الكوميدي، ان انا من النوع اللي بحب اقول شو يعني كلام من عندي. انا كانت المشكله بس في الاول الموضوع يركب مع القصه، يعني ما بقاش انا في وادي والقصه في وادي، اللي هو حلوه برافو عليك بس مش عايزينها، جميله بس مش هنحتاجها. في الاول كان في معاناه في القصه دي لحد ما الحمد لله ايه ظبط. تصميم ان هو يكسر الدنيا وينجح نجاح كبير، وده اللي بحبه فيه. عناصر كلها مهمه، من ممثلين لاستاذ محمد سمير المخرج، لكتابه، لمدير تصوير، فالكواليس كلها ممتعه، الناس كلها مهتمه بشغلها، الناس كلها بتعمل فيلم سينما عشان الناس تبقى مبسوطه ان هي تشوفه. فيا رب يا رب يا رب ان كل المجهود اللي الناس عملته ده الناس تستقبله بحق، تحب الفيلم. الاكشن ضهري واجعني لحد دلوقتي، والله ضهري واجعني اقسم بالله، لان انا عملت مشاهد الاكشن بنفسي، انا تحمست قوي ان انا اعمل ده يعني، فعملتها بنفسي ويلا والبست انا بقى، فاهم؟ ربنا يزيد النجم محمد رمضان نجاح على نجاحات يا رب يعني، وجاي ببارك لهم وببارك لي طبعا المنتج الاستاذ سامر المحضر، لانه هو انتج لنا فيلم تجربه، ف طبعا ده اول حصاد بالنسبه له، فربنا يا رب يوفقه واتمنى لهم النجاح. بارك لمحمد ومحمد ومي حبيبتي كمان جدا، ومحمد سامي تاليف، لان محمد كاتب كمان جعفر العمده بشكل رهيب، سيناريو وحوار، فاكيد هو كاتب الفيلم بشكل كويس. محمد رمضان نجم كبير جدا، يستحق ان الواحد يتفرج عليه ويشوف، وبتمنى له ان الفيلم يحقق نفس نجاح جعفر العمده. كمان من الافلام اللي موجوده في السينمات الايام دي وعامل ايرادات كبيره جدا فيلم اليوم 13، وده اول فيلم 3 دي مصري، هو من بطوله النجم احمد داوود والنجم شريف منير، وكمان معاهم ابطال تانيه كتير. تعالوا مع بعض نعرف منهم ايه حكايه اليوم 13. كورونا لما حصلت وكنا خلصنا تصوير التقنيه بتاعت الفيلم عشان تتعمل بقى جرافيكس و3 دي والنسخه تتعمل كده، فترة الكورونا كلها بقى شوف قد ايه بقى قعدنا
ما عرفناش نعملها، كانش فيه سفر. الدور اللي بلعبه في الفيلم ده ما كانش هو الدور اللي بلعبه، كنت بلعب دور تاني خالص في الفيلم، بس انا لما جالي ما لقيتش نفسي في الدور ده، فاعتذرت لوائل وقلت له انا في دور اسمه الدكتور قيسون عجبني جدا في الفيلم، قال لي لا للاسف الدور بيلعبه محمد شاهين. قلت له ما فيش نصيب بقى، نتقابل بعدين. عدى 18 يوم محمد شاهين جاله انزلاق غضروفي وما كانش يقدر يتحرك، وائل قال لي تعالى. 13 مبسوط بالتجربه، تجربه مختلفه، لاول مره فيلم مصري عربي 3D. مبسوط مع اني مع وائل عبد الله تاني بعد الرحله الطويله دي، من ملاكي، من الشبح، من الجزيره، مقلب حراميه، افلام كتيره جدا مش عايز انسى حاجه يعني. فان شاء الله يوم 13 يحقق نجاح كبير باذن الله، واخيرا ان شاء الله جه وقت عرضه، يعني بقى لنا اكتر من ساعتين مستنين، ومتحمس جدا ومبسوط بيه جدا. يعني عشان تعمل فيلم 3D البوست بياخد وقت كتير، يعني الحاجات اللي هي بعد التصوير بتاخد وقت اكتر، وهو ما كانش بيتعمل بره مصر، فاتمنى ان شاء الله يبقى طلع بالشكل اللي احنا نفسنا فيه. قعدنا فيه جامد، وقعدنا فيه مده طويله بنصور. استاذ وائل تعب قوي، ان احنا كنا ساعات بنريح، استاذ وائل ما كانش بيريح. اصعب حاجه انا اتخبطت، وبعدين بنعيد الشوت 5 مرات ولا 4 مرات عشان هو بيعمل بتكنيك معين، فانت عارف انك هتتخبط تاني، يعني انت عارف ان انت هتتخبط تاني، لكن مش لازم يبان عليا اني هتخبط. فطبعا لما عدنا الشوت جريت من المشهد قبل ما اتخبط، اي لا نعم اقعدي هتتخبط، قال لي ما تخافيش ده اماني، يعني ما اتعورتش يعني بس اتخبطت. يعني كنت سعيده بالنجاح الكبير ده، الحمد لله فضل من ربنا. الجديد داخله فيلم عزيرو مع محمد رمضان والاستاذ محمد العدل، وان شاء الله كمان يعني نعمل فيلم حلو. مكلف وطريقه تصويره صعبه جدا، ولازم تكون مركز فيها قوي في كل تفاصيلها، لازم تبقى عامل حسابك انت بتصور 3D. انت عندك نازل بالفيلم 3D و2D في نفس التوقيت عشان اللي مش عاوز يتفرج 3D، بس هي خدت وقت في التجهيز والمذاكره بتاعت 3D نفسها، خدت وقت جامد جدا في اختيار اللوكيشنز وتعمله ازاي، وتوفر كل الاساليب الممكنه تطلع الصوره اللي انت في خيالك ازاي. فده كان ده اللي خد اول تجربه 3D، فيلم عربي يعني 3D في العالم العربي كله، ورعب، وان شاء الله يا رب يعجبك. انا شاركت في الفيلم ده ولو بجزء بسيط، الفيلم حلو قوي، وفكره ان هو 3D اول مره يحصل في الوطن العربي او في مصر، ده حد ذاتها فكره مشجعه وحلوه. الفيلم قصته حلوه جدا ومختلفه، يعني الافلام الرعب بيبقى دايما في ساعات تيمة مشتركه بين كل افلام الرعب، لا هنا الموضوع مش تقليدي وجديد، وقصة حلوة وقصة تشد من أولها لآخرها. الشخصيات كلها اللي في الفيلم حلوة قوي، يعني كل حد هيظهر، وده علشان كده كمان في نجوم كبار في كل دور، فأعتقد إن شاء الله كمان من الأفلام المهمة اللي موجودة في السينمات وعامل إيرادات كبيرة ومشاهدات عالية جدا فيلم ساعة إجابة. تعالوا مع بعض نعرف إيه حكايته. متحمس ان انا اشوف نفسي في الفيلم، ودي اول مره امثل فيلم فيها، وانا متحمس ان اشوف نفسي واشوف عامل ازاي، ومستنيكم كلكم تدخلوا تشوفوا تقولوا ايه رايكم. ان انا بيبقى عندي اب وام مش بحبهم، وبتمنى اب وام تانيين كتير 4، واي عيله بدخلها مش بحبها، وبعد ما اخلص الاربع عيلات برجع لمامتي واقول لهم ان انا بحبكم مش عايزه اسيبكم، عشان يعني هما كانوش بيعملوا لي كده، فاتمنيت ان هما يبقى عندي بابا وماما يعملوا لي الحاجات. الفيلم عوي، وانا ما بعتبرش، احنا بنعتبر مجموعه كبيره جدا بنخدم قصه حلوه قوي محورها الاساسي طفل، فهي جديدة على الدراما، جديدة على السينما الدرامية، وجديدة على أو درامة السينما، وجديدة على الجمهور، وخصوصا إن احنا اتفرجنا عليها قبل كده في أفلام أجنبي، يعني كتير اتفرجنا على هوم ألون، واتفرجنا على أفلام كتيرة الطفل هو بيكون فيها البطل، بس إزاي تقدر تجندها إن كل الأفراد في العيلة تتفرج عليها؟ اللي بحبه، والدور اللي أنا حاسة إن أنا هقدر أعمله كويس، والصحبة الحلوة في التصوير، لأن أنت بتعاشر الناس دي فترة، فما عنديش استعداد اروح واحس بضغينه او احس ان انا مش حابه اكون موجود، فلما بلاقي التكوينه دي ببقى مبسوطه قوي. مختلف عن افلام شفتها، ومكتوب مختلف، والاخراج متميز جدا، والحدوته مختلفه تماما، فانا مبسوطه قوي. هتشوفوا ست مجنونه انا ما عملتهاش قبل كده. بسم الله ما شاء الله عليه، كان
يعني كلمة ذكي قليلة عليه، الولد عنده إدراك غريب جدا، سابق سنه بكتير جدا، انت كأنك بتتعامل مع واحد كبير جدا، كأنك بتتعامل رافعين راسي، رافعين راسي وعمرهم ما خذلوني. أهو بجيب لكم نجوم المستقبل. بنحضر دلوقتي أنف وثلاث عيون عن قصة الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس وإخراج أمير رمسيس وائل حمدي اللي بيعمل السيناريو، بيعمل المعالجة والسيناريو والحوار، وده اللي بنحضر فيه إن شاء الله اللي داخلينه قريب جدا. ودلوقتي هنطلع بريك إعلاني وهنرجع على طول، ولسه عندنا مفاجآت تانية كتير إكسكلوسيف للسبوت لايت. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ولسه مكملين حلقتنا المميزه جدا من برنامج سبوت لايت. ودلوقتي جه ميعاد السلطنه، تعالوا بقى مع بعض نتسلطن ونسمع اغاني حلوه وعزف جميل مع المطرب والعازف سعد العود. بيشرفني برنامج سبوت لايت النجم سعد العود، اهلا بيك منورني في سبوت لايت. ازيك يا شيرين؟ ايه الاخبار؟ طمنا. الحمد لله كله حلو جدا، مستنيينكم بقالنا كتير ومتحفزين جدا مستنيين جدا اللقاء ده بقالنا حبة. واحنا مبسوطين ان احنا معاك النهارده. جت منين قعده سعد؟ يعني كل الناس اسمعها تقولي انا رايحه قعده سعد، انا رايحه اتسلطن، انا رايحه اتبسط، اشمعنى قعده سعد؟ الفكره في اولها ان احنا كنا عايزين نتحرر من موضوع الحفله والستيج العالي وبعدك عن الناس، ان احنا نحولها لموضوع قعده، يعني ناس تيجي تبقوا مشاركين للقعده بشكل اساسي، يمكن هم قبلنا، هم اهم مننا. الاغاني اللي هنختارها بعيدا مش زي الحفله، مش هنبقى مختارين بلاي ليست معينه، لا احنا هنبدا نقعد مع الناس ونشوف هم هيحبوا يغنوا ايه النهارده، نفكرهم بيه. ومن هنا حولنا الموضوع من حفله لقعده، كلنا قاعدين مع بعض. قعده انس كده. اه بالظبط. عارف انت فكرتني بالحفلات بتاعت زمان وكنا بنتفرج عليها واهلنا كانوا بيحكوا لنا عليها دايما، اللي هي القعده الكوزي كده، اللي هي اللي هي زي ما انت بتقول كاننا قاعدين في البيت وبنتسلطن مع بعض كده. جه من يعني انت شاب، فدايما كنا بنسمع ان الشباب بيعزفوا جيتار، بيعزفوا بيانو، العود آلة شرقي، حبيت العود ازاي؟ انا في الاول كنت في الاول مش عارف انا ايه الآلة اللي هتبقى قرينة ليا في حياتي، لكن لفيت بين اكتر من آلة، بس في الاخر لقيت ان العود هو اكتر آلة هتحقق لي الهوية المصرية، المزيكا اللي الناس اتعودت عامة علينا في مصر من زمان، ان هم دايما عازف العود هو اللي بيقعد آلة بتدي بعض الاحساس بالدفء، بالقعده المصريه، وهي اقرب آلة لينا كمصريين، اغاني القديمه خصوصا والجديده كمان، فهي آلة شامله. انت بتلعب وبتغني كل الاغاني، يعني انا بص انا عاشق الورده، فانت بتغني الورده رائع رائع، عايزه اقول لكم سعد يعني ما شاء الله بيغني كل حاجه حلوه، وبتغني عمرو وبتغني عدويه، انت بتلعب يعني بالعود زي ما احنا بنقول انواع المزيكا المختلفه والمزيكا القديمه والمزيكا الجديده، بتتمرن ازاي او بيجي الموضوع ازاي؟ بسأل الناس القريبين مني واللي مش قريبين برضو، ايه الاغاني اللي بتحبوها؟ الناس اللي بتحضر القعده ايه الاغاني اللي بتحبوها؟ ببدا اجمع محصله كده من الاغاني اللي تقريبا الناس بتحب، مش بس تسمعها، تحب تغنيها كمان. بجمعهم مع بعض وبنبدا نقولهم مع الناس. طب خلينا نسمع حاجه، يلا بينا. هو بيعمل قعدات مع الجمهور، هو قاعد بقى النهارده مع جمهور صدى البلد، وارث الصوت الجميل ده من مين؟ احنا عندنا عيلتنا كلها تقريبا بتغني بس مش بيمتهنوا الغناء يعني. أوكي. يعني اتعودت من وانا صغير كده ان انا اشوف امي بتغني في المطبخ مثلا، ودي اقدم حاجه بالنسبه لي. جدي كان مقرئ في الاذاعه، يعني يمكن عيلتي كلها محدش امتهن الموسيقى غيري كده. بس بنامل بقى ان باقي الجيل في العيله. يبقى انت البدايه. درست يا سعد مزيكا؟ لا درستها مش بشكل اكاديمي، درستها بشكل مستقل اكتر. يمكن انا الحظ ساعدني ان انا في بدايه مشواري كان الانترنت واليوتيوب والحاجات دي كانت بدات يبقى فيها معلومات اكتر، استخدمت الحاجات دي وبعض الكتب في ان انا اجيب العود وابدا اعلم نفسي بنفسي واذاكر النظريات الموسيقيه، لكن بعيدا عن الشكل الاكاديمي انا اصلا تجاره. عرفت تعزف ازاي؟ هل برضو ذاكرت زي سيلف ليرنينج كده زي ما انت كنت بتقولي؟ هل كله على الانترنت يعني قعدت تتمرن نفسك؟
على فكره دي حاجه صعبه. دي حاجه صعبه قوي يعني، يمكن حد بيدرس له بيبقى اسهل. هو انا بصراحه كمان ما انصحش اي حد عامه ان هو يبدا يعلم نفسه بنفسه لان بس هو عرف على فكره لان بياخد وقت اطول حتى كمان في التعليم. بس هو الاصرار يمكن هو المفتاح لكل الحاجات دي. التمرين اكتر والمذاكره على العود بتخلي الموضوع اسهل. بقالك قد ايه بتغني؟ حوالي 12 سنه تقريبا ان شاء الله. حاسس امتى ابتديت تحس ان انت لا انا الناس عارفاني، انا الناس بتجيلي مخصوص، انا اعداد ساعات يعني انا عارفه ما شاء الله انها بتبقى محجوزه من قبلها بكتير يعني. انا في الاول قعدت حوالي سنه او سنه ونص بعمل اعداد فور فري للناس. حاولت ابدا الموضوع مش من بالمجال. مش من ان انا اعمل اغنيه ثم ابدا اعمل حفله، لان انا اعمل القعده على طول او الحفله على طول، ان انا احتك بالناس بشكل، وده بطبيعه عملي. فقلت احنا ممكن نقعد نعمل الموضوع بشكل مستمر لحد ما نوصل ان احنا خلاص يبقى عندنا القعده تبدا الناس كلها تعرفها. والحمد لله ان دايما الترشيحات بتيجي من الناس اللي حضروا، وده كان بالنسبه لي اهم من الناس تشوف مثلا على الانترنت او كده ويبداوا يرشحوا لبعضهم. لا يعني هو الحلو ان الحمد لله الناس اللي بتحضر هي اللي بترشح. انا عايز اقول لكم على حاجه على سر يعني، انا اعرف ناس كتير بيحضروا لسعد وكلهم يعني بيدمنوا يعني، اللي بيجي مره بقيه بيمشي وراه بقيه الحفلات. ساقية الصاوي كمان انت كان ليك حفلات فيها كتيره وكانت بتبقى حفلات مميزه. الساقية من الاماكن اللي بتدي فرص لناس كتير قوي. اكيد طبعا. ساقية الصاوي كمان عشان مكان فيه اكتر من مسرح وفي قلب القاهره في الزمالك. انا عملت هناك حوالي 3 او 4 حفلات. المكان هناك طبعا بيبقى مختلف شويه عن زي ما احنا هنا مثلا او في مكان تاني، بحيث ان لكن المسرح هناك ابعد عن الناس شويه. هنا يمكن احنا قريبين اكتر من الناس، لكن يظل الحفله ليها مودها وليها جوها اللي اكيد بنطمح ان احنا نكمل فيه ونعمله زي ما هو. الفتره دي فقط بس متابعين اكتر في القعده يعني. مين معاك في الفريق؟ معايا بشوي على الاكورديون، ومنصف على الرق، وعادل على القانون، احمد الارتست طبلة، وعرف على درامز، وهبة على البيز، مايكل على الكولة، وبس كده يا رب ما اكونش ناسي حد. جمعت التيم ده ازاي او الفريق ده ازاي؟ كلنا اصحاب. كلكم اصحاب؟ كنتوا في تجاره سوا؟ لا كلنا اصحاب. انا كنت صاحب كل واحد فيهم لوحده في البدايه، وبدانا نقنع يعني بدات اشوف مين اكتر حد له كاركتر اكتر كمان من الفن، ان هو يقدر يقعد مع الناس يعني يقدر يتجاوب كمان، لان الموضوع مش ليا لوحدي فردي، لكن انا معايا اصدقائي يمكن كمان ارائهم واقتراحاتهم فلسفتهم عامه في المزيكا بيكون ليها المقام الاول في الاختيار. وجمعنا واحد، بدات بمنصف بشوي عادل، جمعنا كلنا واحد واحد، وكل شويه في حد بيرشح حد تاني موسيقي صاحبه يقول ايه رايك لو لعبنا مع بعض، وبنلاقي الحمد لله ان احنا وجهات النظر متقاربه فوصلنا النهارده. عايز اقول لكم كمان انت بتغني العدويه حلوه قوي. بص احنا النهارده هنسمع يعني الوان مختلفه عشان تعرفوا يعني ايه عادات سعد بتكون عامله ازاي. سمعنا ايه العدويه؟ اسمعكم ايه العدويه؟ في كتير قوي بصراحه. طيب عايزين حاجه لطيفه كده، هي كل حاجاته جميله بس عايزين حاجه يعني. في اغنيه لعدويه من الحان بليغ حمدي. الله. اللي فات انت قلت حاجه مهمه قوي، ان انت بتدور في التراث زي ما احنا بنقول، وبتطلع للناس الشباب اللي بيجوا الحفلات الاغاني ما يعرفوهاش بيسمعوها منك. ما بتحلمش بيوم في اغاني بتاعت سعد؟ ولا خطوه أكيد مؤجله يعني؟ هي خطوه مش بس مؤجله، هي يمكن لسه ما جاش دورها قوي، ما لقيتش لسه برضو الاغنيه اللي تبقى قريبه من القعده زي الاغاني اللي بختارها من التراث او من الجديد برضو. الاغنيه الاولانيه بما اني بغني بقالي كتير اللي تبقى بتاعتي هيبقى اختيارها صعب شويه عشان يعني نختار. ممكن يبقى مع مين يعني لو هنقول كلمات او الحان ممكن يبقى مين؟ بصي يعني ما اعرفش، بس انا ميال دايما بصراحه للمدارس بتاعت الكتابه القديمه الشرقي قوي، اللي هي المبسطه لكنها صادقه جدا وحقيقيه اكتر. مش متكلفه او ما فيش فيها حاجات صعبه، الكلام البسيط بيوصل للناس بشكل افضل. بحب الكلام القديم مثلا مرسي جميل عزيز لحسين السيد، الالحان بليغ والموجي وعبد الوهاب وسيد مكاوي طبعا.
الأغنية التمثيلية اللي الناس بتحب مجرد سمعتها تحب تشارك فيها اصلا. شفتوك يا جمال حتى وانتوا بتلعبوا طبعا حسن ابو السعود حتى يعني انتوا تترات المسلسلات برده مش سايبينها يعني. بالظبط. يعني حلو التنوع ده يا سعد، ان انا لما اجي احضر حفله انا اسمع الحاجات الجديده واسمع الحاجات القديمه. امشي يا جماعه، هو الفن هو تذوق وهو احساس وهو مود مود. لو مثلا هنسمع حاجه جديده العمر مثلا ممكن نسمع ايه؟ حاجه لعمرو دياب. يس. احنا ممكن نسمع له شويه اغاني. شويه اغاني يلا بينا. سعد راضي عننا النهارده. في مثلا ممكن نقول مثلا جمل. لسه لقائنا مع المطرب والعازف سعد العود مستمر مع حضراتكم، لكن هستأذنكم هنطلع لبريك إعلاني وهنرجع على طول وسبوت لايت. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ولسه مكملين لقائنا الخاص جدا والحصري مع المطرب والعازف المميز جدا سعد العود، ولسه هنعرف منه تفاصيل واسرار اكسكلوسيف للسبوت لايت، وكمان هنسمع منه اغاني جميله جدا. بحلم بس الناس بس تسمعني وخلاص، يعني مش محتاج بصراحه يعني ان انا احلم باكتر من كده. وبحلم الناس لما تسمعني كمان تبقى مبسوطه. لا انت فيك بهجه، انت ما شاء الله عليك بجد، يعني انت عملت لنا حاله كلنا من البهجه، واعتقد المشاهدين برده اللي بيتفرجوا معانا هيبقى عندهم يعني الاحساس ده. بس اي واحد بيشتغل حاجه بيحبها بيبقى بيحلم بحاجه معينه، عشان كده قلت لك انت بتحلم بايه، نفسك في ايه؟ نفسي اعمل القعده دي في كل العالم. الف على الناس، بما ان الناس بدات تيجي من البلاد الثانيه. نروح لهم. وانت خيالك في باريس كده عامل القعده دي؟ جدا. لندن مثلا؟ جدا. باريس بالذات طبعا. باريس كمان عشان دايما بيبقى فيها عادات عرب كتير. فعلا. وفيها عرب كتير ومن جنسيات مختلفه، من هم بيحبوا ايه بلد اصلا كمان الفن. فعلا. وايه تاني؟ نفسي مثلا الاغنيه المصريه اللي ليها طابع مصري هي اللي ترجع تاني، تبقى هي اللي ليها دور مهم في 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 المزيكا عامه في مصر. الفترة اللي فاتت يمكن حسينا بان في اسهم لاغاني بتطلع واغاني بتنزل واغاني بتطلع. بتمنى ان المرة الجاية العطا يرسى على الاغنية المصرية، يعني اللي ليها الطابع المصري اللي مش شبه حاجة تانية. بصوا انتوا تشوفوا سعد من غير ما يفتح بقه من غير ما يمسك العود، انتوا بتوعي بقى الشاب الفانكي. الشكل والشعر بس انت مصري مصري يعني. اما جيت بقى قلت لهم في البيت انا بقى اسمي سعد العود، بس دايما بيبقى يعني في البيت بيبقوا دايما عايزين الواحد يبقى اسمه باسم بابا اسم عيلته. اما انت قررت يبقى اسمك سعد العود، عملوا فيك ايه في البيت؟ اضطرت ولا كنت؟ انا سموني زي اي شاب في العالم او في مصر بالذات، من احمد ومحمد ومحمود، فسموني احمد. على اسم جدي كمان. لكن طبعا انت عارفه احنا هنا في مصر ما بنعترفش ابدا باسم احمد، فبناخد اللقب على طول. اوكي. فانا احمد سعد، قال لك بس خلاص سعد. اوكي. فاصبح اصحابي في المدرسه في كل حته بقى سعد سعد. انت عارف انا دايما كان بيبقى نفسي اسال الرجاله السؤال ده، ان احساس ان انت ما بتقالش اسمك، انت بتقال اسم باباك اسم العيلة. ده احساس صعب قوي. في الاول بيبقى صعب بصراحه، بس بعد فتره خلاص بقى، يعني لو حد نده لي دلوقتي يعني انت اسمك الاولاني احمد. احمد. اوكي. وسعد ده اسم العيله. اسم العيله. فانت قررت اخذت اسم سعد اسم العيله حطيته مع العود. العود بقى الناس بقى بتحطها كدلاله، يعني اللي هو يعني سعد سعد مين؟ سعد اللي سعد العود. سعد. ايوه. في البيت بقى ما بقى اسمك سعد العود كانوا حاسين بايه بقى؟ استغراب غير طبيعي طبعا. طبعا كده برضه احمد. طبعا اللي هو يعني انت اسمك ايه؟ طبعا انت ما فيش حاجه يعني انت رميت اسمك خالص وجبت اسم جديد، بس هو انا ما اخترتش قوي بصراحه، على قد ما اللي حواليا هم اللي اختاروا. انت بتدندن في البيت وانت لوحدك؟ مش كتير. البيت بقى اعتبره في مساحه اكتر ان انا اسمع. بتسمع مزيكا ايه؟ بس دايما يعني انت بما انك انت سيلف ليرنينج فانت اكيد بتقعد تسمع نوعيات مختلفه. لا بسمع كتير. بسمع بسمع حاجات كتير مختلفه بصراحه. بسمع من اول يعني عبد الباسط حموده، مرورا بعمرو دياب، مرورا بام كلثوم وعبد الحليم ومحمد عبده والاغاني التراث اليمني الخليجي. بعض الاغاني فيروز، اغاني
يعني حاولت اعمل لفه كده بحيث ان انا ما يبقاش في حاجه تقريبا عدت مني. بسمع برضو غربي وبحاول اذاكره في الفتره دي عشان ابقى ملم اكتر بالثقافات مختلفه يعني. بس لا غنى في البيت يعني بيبقى يمكن قليل، بغني في بروفات بس مثلا في العمل. اصل دايما كل الناس بيبقوا فاكرين في البيت اللي بيغني هو في بيته قاعد بيغني طول النهار، قاعد مصدع بقى اهله وجيرانه. لو انت سايق كده وماشي في العربيه بتسمع مين؟ بسمع جورج وسوف. الله. بتغني جورج وسوف؟ اكيد. ايه بتحب؟ بحب كل حاجه لجورج وسوف تقريبا. يمكن كمان انا اتعلمت ودني في المزيكا كمان اتعلمت منه كتير، لان هو يعتبر اكتر واحد فضل يقدم طرب لحد الوقت اللي احنا فيه ده، ما اندركش قوي مع التجديد في الاغاني. كل حاجه. تحب تسمع جورج وسوف؟ يا ريت. سمعنا ايه؟ هو ده بيبقى في وسط اصحابه اكيد بيكونوا مستغربينك في الاول صح؟ في الاول ممكن يكون يعني شايف يعني انت ليه بتلعب آلة قديمة قوي كده؟ وليه الآلة اللي احنا اتعودنا ان احنا نشوفها مع رجالة كبار دول كده، تبقى انت شاب كده شعرك طويل ومسك ده القصد يعني بالظبط. ما هي ده جزء من اللي انا كنت بحاول اوصله قدام للناس، يعني ان ممكن تشوف الموضوع بشكل مختلف شويه. وآلة العود نفسها عامة اكيد هي اللي هتوديني مش انا اللي هوديها، لكن يعني انها ترجع لمكانها الاصلي، هي الآلة الأساسية لينا في اللي تعودنا دايما ان احنا تحضر في الأعداد والمناسبات والسهرات، و يعني ترجع تاني لرونقها، وخصوصا كمان انها آلة قوية جدا. اكيد طبعا. بس انت عارف دايما اما حد يشوف شكلك لك ايه، انت هتعزف جيتار. انت بتاع جيتار بتستعوه. ايوه فعلا. الستات بيطلبوا منك اغاني اكتر من الرجالة عشان نعرف بس مين اللي بينكد على مين اكتر. فعلا. يعني بص احنا دايما بنقول المصريين بيحبوا الاغاني دي فيها شجن وفيها نكد وفيها حزن وحاجات كده. بجد؟ وبصراحه بصراحه وانا منهم برضو بصراحه كلنا. بس يعني حاولت احارب نفسي في القعده ان انا ابعد عن موضوع الـ الاغاني النكديه دي. ممكن احط اغنيه نكد اغنيتين كده عشان بس ايه نحس يعني بالموضوع، لان في اغاني منهم حلوه جدا وفي اغاني منهم كمان الناس بترقص فيها عادي. زي يعني ايه مثلا اللي ممكن تحسها اغاني فيها شجن شويه والناس بتاخدها يعني فيها رقص؟ ممكن مثلا اغنيه مثلا ايه ام كلثوم مثلا، اغنيه حزينه زي مثلا الله، ممكن تبقى الاغنيه عادي حزينه طول الاغنيه. لا بس ازاي لا بس الناس بتدخل في المود. بص هما جايين يتبسطوا، هما جايين يقعدوا كده قعده تساعدوا ويتبسطوا، فهم بيدخلوا معاك في كل المود. بس السؤال برضو، الستات بتطلب اغاني نكد ولا رجاله مين اكتر؟ والله بصي هي الاغنيه المصريه اصلا. الاغنيه المصريه حتى اصلا في بص هنا عدد الحضور اكتر بيبقى للستات. اوكي. فانا مش عايز ابقى لا مش عليهم. عايزين بقى مش عايزين نضايقهم. براحتهم. هو بالتالي طبعا الاغاني النكد طبعا بتطلب من الستات اكتر، بس هو كده كده الستات عامه بيحضروا اكتر. ايوه. فيعني ممكن تكون الموضوع يعني. الحفلات الجايه فين؟ احنا النهارده عايز اقول لكم على حاجه، احنا خاطفين سعد قبل القعده بتاعت سعد النهارده، هو عنده حفله، هو معانا النهارده قبل الحفله. الحفلات الجايه بعد كده فين؟ احنا عندنا كل ويك اند غالبا بيبقى يوم جمعه في جرامافون مصر الجديده، و ده الثابت. وعندنا حفله هنا في روم ارت سبيس في التجمع كل شهر، دي حفله برضو ثابته. يا رب بعد كده يبقى ادونا حفلتين بقى مش حفله واحده ان شاء الله. وغير كده بقى بنعمل بقى حفلات بس مش بشكل اساسي ما بين الساقيه ومسرح الزمالك، وان شاء الله الحفل الفتره الجايه ان شاء الله نعمل في مسرح جزويت اسكندريه ومكتبه اسكندريه. ويمكن كمان ان شاء الله يعني في خلال شهور نعمل بقى يا رب اول حفله في الاوبرا باذن الله ويا رب. بتحلم تغني مع مين؟ بحلم اغني مع السلطان جورج وسوف، لسه جايبين سيرته حالا. الله. الله. مين تاني غير جورج وسوف؟ من اللي موجودين صح؟ من اللي موجودين كاظم الساهر. الله. ومن المصريين كل المصريين تقريبا. انت قلت جمله حلوه قوي، انت قلت لي من الموجودين، معنى كده ان انت بتتخيل نفسك في الابيض والاسود، او بتتخيل نفسك كنت عايش زمان صح؟ انا بقى نفسي اخش جوه التلفزيون اقعد في وسطهم. طب لو كنت عايش في وسط القدام الابيض والاسود كنت هتبقى نفسك تغني؟ كنت هجري على بيت مثلا الموجي مثلا واقول له ارجوك لحن لي لحن، او بليغ او سيد مكاوي، الثلاثه دول. ولو كنت عايز اغني مع حد فانا كنت احب
عبد الحليم عملش دويتوهات تقريبا يعني لا ما احنا هنحلم بقى براحتنا. يعني لو انا قاعد مع عبد الحليم صاحبي كده في زمن ما احب جدا طبعا ان انا اقول له ما تيجي نغني مع بعض. ايوه سمير وشهير وبهير مثلا. يا رب دكتور بصير يعمل لنا الجهاز بالفلاش اللي معايا يعمل لنا كل اللي نفسك تمثل. بص هو السؤال ده يعني للاسف هو كليشيه يعني عارف هو ده ما بيتسالش غير في الدول العربيه يعني احنا في هوليوود ما بنسمعش السؤال ده. احنا دايما بنبقى المغني هو مغني الممثل ممثل بس احنا دايما بنشوف ان يعني الممثل لا ممكن يعني لو صوته حلو ممكن يغني والمغني اصلا بيبقى عنده شعبيه كبيره فما بيمثل بيمثل برضو كويس. هو انا عندي بالفعل التجارب سابقه ما يعني ايه ده قول لنا. طيب يعني انا بصراحه لم اسعى في حياتي بصراحه قبل كده للتمثيل لكن كان دايما بيبقى فيه ترشيح ليا. انا رمضان اللي فات عملت مشهد قدام الاستاذ خالد النبوي قدامه على طول كده بتكلم معاه كده خالد النبوي بنفسه ايوه بنفسه كده كنت بتكلم معاه كده وبيكلم معايا ولكن انا مش 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 حيت مش مهتم لكن انا حاسس ان انا هنا مبسوط مع المزيكا وحاسس ان لسه في كتير ممكن نقدر نقدمه لكن اكيد ما مش اكيد طبعا نفسي حبيت اجرب حبيت نفسك في السات بتاع التصوير والتمثيل. هو بصراحه موضوع مرعب جدا وهو بص هما دايما المطربين يقولوا لي احنا بنبقى متدلعين واحنا بنغني عن ما احنا بنروح لوكيشن التصوير يعني خدوا من اللي احنا يعني شوفوا من اللي احنا بنشتغل بالظبط فعلا. انا رايح اغني شغلانتي كلها كراجل بغني ان انا هطلع ساعتين ثلاثه اربعه طبعا غير التجهيز بس التمثيل مرهق اكتر مرهق جدا بس حبيت التجربه نفسك تعيدها تاني. التجربه طبعا جميل يعني نفسي اعيدها تاني وخايف منها في نفس الوقت يعني نفسي اعيدها تاني بس خايف اعملها نفسي اعملها احسن اكيد المره الجايه. هتاخد مثلا كورسات ولا برضو هتعلم نفسك بنفسك بما اننا احنا خلاص بقينا ماشيين على الترند ده؟ لا التمثيل بصراحه بيتهيالي ليه اسس اكتر بيتهيالي صعب ان انا اعلم نفسي بس هبدا ان شاء الله طبعا اخد ان انا اتعلم الموضوع من المتخصصين. سعد انا كنت مبسوطه جدا كنت معاك النهارده وبجد اعتقد احنا كلنا كمشاهدين كمان صدى البلد وسبوت لايت استمتعنا النهارده وسمعنا صوت مصري جميل وموهبه يعني بتمنى لك يا رب كل النجاح وبتمنى لك يعني انتوا دايما سفراء مصر في بالخارج فيعني ابقى مبسوطه لما بشوف حد عنده موهبه وشاطر ومركز فبتمنى لك يا رب كل التوفيق. شكرا. وشرفت سبوت لايت وشرفت صدى البلد وهستاذنك بقى نختم باغنيه تحب تختم بقى بايه زي ما انت عايز. ممكن نختم ب اكتر اوبريت مصري انا بحبه بصراحه الله هو اوبريت عمله كتبه صلاح جاهين ولحنه سيد مكاوي هو مفيش اجمل من كده الليله الكبيره في اكتر من مقاطع رعاه من البهجه والسعاده والفن المصري الاصيل. بشكرك يا سعد نورتني جدا شكرا. خلصت حلقتنا النهارده من برنامج سبوت لايت يا رب تكون عجبت حضراتكم تقدروا تشوفونا على اليوتيوب وكمان على الجروب الخاص ببرنامج على الفيسبوك واستنوني نشرين سليمان في نفس الميعاد الاسبوع الجاي وحلقه جديده وسبوت لايت تشاو.